تحسبوا ان الكوفيد هذا انتهى، ولكن راه عاود ولا عاود ولا بكثره. ولهذا ننصح الناس باش الان يعاودوا يوليوا الايامات الاولى نتاعهم اللي كانوا محافظين على ارواحهم. لازم الكمامه هذه، لازم الجال، لازم ما يكونش فيه تلاصق وتقارب بين الناس والاشخاص. استهزاو فيها ايه انا هزه معايا كل دقيقة ندهن كل دقيقة، بصح مانيش يد واحدة، نورمالمون نكونوا يد واحدة نديروا البافات وش فيها، ما فيها والو. كان دارت أنا حاتني منها كي عقب الوباء تكرانا وكل الناس. في ظل تزايد عدد المصابين والوفيات جراء وباء كوفيد 19 في هذه الأيام، بعد أن شهد انخفاضا واستقرارا في الأسابيع الماضية وعشية الدخول الاجتماعي، مشاهد تثبت هذه الحالة التي تنبئ بخطورة الوضعية والتراخي الكبير من طرف المواطنين. شهر ولا مرمي في الدار، المرأة منا ولا منا؟ من كورونا هي محمد، قلت لك والله والله غير هي محمد، أنا يا محمد عظمتك والله تخطرت. زادت باليامات خاطر ما كانش الوقاية والناس تخرج بزاف ثاني بزاف. في هذه الظروف الاستثنائية وجب الوعي واتباع الإجراءات المعمول بها تفاديا للأسوأ.